نور رحمه هي اعلاميه لبنانيه. للاسف مثل كثار من الاشخاص يلي بيكونوا ان كان بالاعلام ولا بالفن ولا باي مهنه اللي كانت بتخص الشهره بيكون همهم انه كيف بدهم يوصلوا، فاوقات كثير بيستعينوا ببعض الاشخاص اللي هن باورفل بالحياه لحتى يساعدوهم بانه يقطعوا المسافه بطريقه اقصر. هلو واضح، انا ستيفاني صليبا. في كذا عنصر اكيد شجعوني على دقيقة صمت، منهم المخرج شوقي الماجري، اكيد اني انا عم بوقف قدام كاست كثير مهم، النجم عابد فهد وغيرهم، مين هالشخصية اللي هي رح تنقلني لمحل ثاني، لأنه أنا عم أقدم شخصية جديدة، عم كون عم روح على هيدي البنت يلي هي ما بتشبهني أبدا، فهو بتشالنج لإلي. حلو واضح، أنا هند خضرة ممثلة بالهيبة دور ريما شيخ الجبل. ليه نقيته؟ لأهلي حكيوني عن مسلسل الهيبة، بس لما قريت الدور إنه حبيته كثير. شو أجمل شيء؟ الناس اللي تعلمت منها، الناس الكبيرة اللي وقفت حدها، الخبرة، العالم، عرفت على عالم كثير ارتحت معه واستفدت، تعلمت منه.